ابني دكتور بنتميش لايبه فصيل في حاله، انضرب في قلب الدار في حضنه. الله اكبر، ابني انضرب في حضنه، استشهد في حضنه، اولادنا وقفوا، انا وقعت من فوق، انا وقعت من فوق وسط حضني الصغير بيصرخ بقول لي يابا 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 انا جنبك يابا، انا جنبك يابا يا حبيبي، وينك انت يابا؟ يا ناس نخدوا ابني قبل ما تنخدوني. بصلي باقي يصلي وصلى العصر وراح على وراح يخش في بيته ينام، يضربوه بالطيارة ليش؟ ليش يضربوه؟ ليش عمل لهم هو هذا المدني؟ عليهم متنا متنا، تعبنا كثير كثير، تعبنا تعبنا من شوف القتلى وشوف الشهداء، وتعبنا من قلة الحالة المادية، وتعبنا من قلة الغاز ومن قلة